أكون نادما في المانيا بعمل للقيران ويلي وأخذ الأعلام وهدي واترك الشر للخلائق يحبك الله والنبي وأخذ الأعلام وهدي واترك الشر للخلائق يحبك الله والنبي صلاك الله وسلامه 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 عاش نصيحا للأقوياء وعاش كريما للفقراء واهجر البخل يا ولدي يحبك الله والمحبوب عاش نصيحا للأقوياء وعاش كريما للفقراء واهجر البخل يا ولدي يحبك الله والمحبوب صلاك الله وسلامه